نشوفوا. Avant de vous donner un petit mot de l'maïa, Monsieur Khaja, on va essayer de visualiser peut-être ensemble une petite histoire sur Monsieur Khaja, si vous permettez la régie. Voilà. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع. وسام العرش درجة قائد. السيد فوزي لقجع صانع أمجاد الكرة الوطنية، انتخب في 11 نوفمبر 2013 رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليصبح أصغر رئيس في تاريخ الجامعة الملكية لكرة القدم. منذ توليه هذا المنصب كان الطموح الأول ديالو الرفع من مستوى كرة القدم الوطنية، وأول حاجة دارها السي لقجع رفع من دعم الجامعة وحتى الدعم الممنوح للفرق الوطنية. من بين إنجازات ديال السبع فوزي لقجع انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للكاف. ومنذ توليه رئاسة الجامعة واللي كل شي لاحظها، نجح لقجع في تطوير البنية التحتية الكروية وأصبح كينافس بلدان عالمية. في فترة فوزي لقجع عرفت المنتخبات بجميع الفئات وحتى الفرق الوطنية استفاقة كبيرة، منها تحقيق أول تأهل للمونديال النسوي في التاريخ. وحضور قوي جدا للفرق الوطنية المغربية في مسابقات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم. وأصبح المغرب أول بلد في العالم تتأهل فيه 4 منتخبات إلى المونديال، وهذا الشيء جعل البطولة المغربية رائدة قاريا ومن بين أفضل البطولات في إفريقيا، ب8 الكؤوس إفريقية للأندية الوطنية وعصبتين للأبطال و4 كؤوس للكاف وكممتازتين ولقبين إفريقيين للمنتخب المحلي، وآخرها الإنجاز التاريخي والمستحق لأسود الأطلس بكأس العالم قطر 2022 وحصولهم على الرتبة الرابعة بالمونديال. وماشي غير هاد الشيء، السي لقجع خلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو براسو يعترف بقوة المغرب وانبهر بالملاعب المغربية وباللي يقدر ينظم أكبر التظاهرات الكروية، آخرها تنظيم كأس العالم للأندية بالمغرب سنة 2023. وحتى رئيس الكاف موتسيبي زار المغرب في أكثر من مناسبة وعجبو الحال وانبهر بالبنيات التحتية وبقوة الفرق الوطنية المغربية. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي لقجع. هنيئا لنا بفوزي لقجع، الأسد الذي أخرج كرة القدم المغربية من الظلمات إلى النور. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.